السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة. كما تشاهدون أمامكم في هذه الحلقة سنقوم بمراجعة مؤقت للمطبخ على شكل بيضة مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. إذا دون تأخير تابعوا معي فتح العلبة. وهكذا تظهر هذه البيضة عند تقريبها من الكاميرا. لاحظوا معي جيدا شكلها كبيرة من البيضة العادية، مرقمة من 0 إلى 60، يعني 60 دقيقة. يمكن أن نضبطها حتى 60 دقيقة. لاحظوا 55 60 0 هي 60، وهي مصنوعة من الفولاذ المضاد للصدأ، وكما تلاحظون لامعة معدنية لامعة. هذه البيضة تأتي بالوزن التالي، إذن 125.29، غرام. وتأتي كذلك هذه البيضة بارتفاع التالي، لاحظوا ارتفاع البيضة 77.1 ملليمتر، وبالنسبة لسمك البيضة فهو تقريبا 61، تقريبا 61 أو 60.6 ملليمتر. هذا المؤقت يصلح للمطبخ خصيصا، وهو ميكانيكي ولا يحتاج إلى بطاريات، ويمكن ضبطه بالشكل التالي. مثلا إذا أردت أن يرن بعد 5 دقائق أقوم بإدارة هذا الجانب هكذا باتجاه عقارب الساعة لمدة 5 دقائق. لا أدري هل تسمعون الصوت، تيك تاك تيك تاك تيك تاك. بعد ذلك يرن الجرس بعد انتهاء كل الدقائق التي تم ضبطها عليه. أقصى قيمة لهذا الجرس هي 60 دقيقة أو ساعة واحدة. هذا المؤقت على شكل بيضة سوف يضيف إلى مطبخك أو مطبخك جوا عصريا، كما تلاحظون فشكله رائع جدا. وأكيد إذا دخل شخص إلى مطبخك سيسألك ما هذا، وهي كذلك تصلح كهدية أو ديكور لمكان معين. لاحظوا شكله هنا من الأسفل. إذا لنقوم بتجربتي على سبيل المثال، لاحظوا سوف أديره بهذا الاتجاه، مثلا ساعة 55 دقيقة، مثلا سأضبطه على أقرب ما يكون حتى طرو عندما يرن، سأضعه بهذه الطريقة كي طرو. إذا لاحظتم كيف يرن بعد انتهاء المدة الزمنية، إذا تابعوا معي مرة أخرى. إذا كما قلنا سابقا لضبط المنبه يكفي إدارة هذه القطعة في الأعلى باتجاه عقرب الساعة، هنا 5 دقائق، هنا 10 دقائق، 15 دقيقة، وهكذا يمكنه 55 دقيقة، وإذا رجعته إلى صفر فإنها الساعة كاملة. مثلا سأضع أقرب ما يمكن حتى يرن بسرعة، مثلا هنا لاحظوا مرة أخرى. إذن إذا أعجبتكم هذه البيضة سأترك لكم روابط شرائها في أسفل الفيديو، وسأحاول أن أضع لكم روابط مختلفة كعلي إكسبريس وأمازون وربما بانجود وجيربيست،
وأنتم اشتروا من المتجر المفضل لديكم. كذلك لا تنسوا دعمنا بالزر لايك، ولا تنسوا كذلك المشاركة في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. كان هذا كل شيء في هذا الفيديو، شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم.